والله مشاهدينا الاعزاء، متواجدين في بطوله زايد الرياضيه في نادي الضباط القوات المسلحه، بطوله الموتاي وايضا بطوله كره القدم. اجواء حماسيه مشاهدينا الاعزاء، خلونا نروح معاكم ونشوف هذه الاجواء. دكتور باسل رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، دكتور اليوم ما شاء الله تتواجد اليوم هنا في بطولة الموتاي، خبرنا أكثر عن تواجدك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا أشكر الاتحاد الإماراتي للموتاي والكيك بوكسينج على جهودهم الرائعة والمميزة في تنظيم بطولة زايد الرياضية وعلى هذه الجهود الجبارة في نشر رياضة التاي والكيك بوكسينج في الوطن العربي من خلال البث التلفزيوني والفضائيات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تم إنشائها من قبل الاتحاد. كما نعلم بطولة زايد الرياضية هي من البطولات الرائعة والمميزة التي دأب الاتحاد الإماراتي للموتاي والكيك بوكسينج على تنظيمها، وهذه البطولات تؤدي إلى اكتشاف مواهب جديدة إماراتية محلية قوية تستطيع أن تنافس في المحافل الدولية لاحقا. من خلال متابعتي بالأمس واليوم لهذه البطولة أجد أن هنالك أبطال إن شاء الله تعالى سيكتب لهم النجاح وسيكونوا يرفعوا راية الوطن خفاقة في كافة المحافل الدولية، ذلك بجهود مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد الله النيادي والمدير التنفيذي الأستاذ طارق المهيري على جهودهم ومتابعتهم الحثيثة. وهذا ليس غريبا عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تنطلق سريعا بآخر التقنيات الحديثة في التدريب والتحكيم. محمد مرضي، مبروك الفوز في المباراة. يبارك فيك، الله يبارك فيك. شو تقول على هذا الفوز؟ هذه الأخوي الكبير يوسف هو اللي دعمني في الرياضة، هو اللي كان يسجلني ويهتم فيه. زايد نزال كان صعب. نعم كان صعب، شاهد حاول تم هم اللي وقفوه. كيف تشوف الرياضة هذه زايد؟ الرياضة حلوة وزينة وممتعة، بس لو يعني ما فيك رياضة تروح فيها. اليوم اشوفك ما شاء الله حاضر بطوله الموتاي، وضروري بالرغم اني مدرب رياضه الماي تاي لازم اني احضر زيد استفاده شويه. خبرنا اكثر عن هذه الرياضه. رياضه الماي تاي هي رياضه مهمه من جميع الرياضيين لانها تعطيك قوه وثقه في النفس. ما شاء الله اشوفك موجود في بطوله الموتاي. عندي ولدي مشارك في البطوله. مشارك تحت كم؟ 16-17. بدا ولا بعد؟ والله اعتقد اخر جوله بعد ربع ساعه تقريبا. شو متفائل فيه اليوم يفوز؟ والله هي المشاركه طيبه، يعني فوز وخساره من ضمن اللعبه، فان شاء الله توفيق للطرفين. يعني اول شيء شو هذا؟ هذا اذن. اذن؟ هي اذن يونيكورن. زي كيف الحين اذن هني واذن هني؟ لا اذنين بس. اذنين؟ هي زين، انت شو تسوين هني اليوم؟ اليوم جاي عشان اشوف المباراة. مباراة شو؟ موي تاي. تعرفين يعني شو هذه؟ هي شو يسوون؟ يتضاربون، بس هذه لنا خطيرة حق اليهال. وانت اليوم تستانسين مع الرياضة؟ هي مستمرين مشاهدينا الاعزاء في بطولة زايد الرياضية، وحاليا مع الجالية المغربية. قالوا بيسمعونا شيء، بس شو بيسمعونا؟ اغنية مغربية. يلا نسمع الجمهور. يلا نسمع. لعبوا عليها وسيبوها، والله ما تروحي. والله ربي وشنو صاري كوراجي الدراري. وشنو صاري كرة لي الدراري، لعبوا عليها وجيبوها والله ما تروحي.
وشنو صاري كورة لي الدراري. ومثل ما شفتوا مشاهدينا الاعزاء هذه الاجواء مع الجالة المغربية في بطولة زايد الرياضية، مستمرين معاكم مع المزيد من اللقاءات. معي حكم المباراة نبيل النعماني. نبيل يعطيك الف عافية. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يجزيكم الخير، انتم كل يوم متواجدين، تواجدكم يعني خلى البطوله يعني بشكل يعني طيب، وكل يوم في التلفزيون واللعيبه قاعدين يطالعون نفسهم في التلفزيون. فانا اشوف ان هاي السنه من افضل السنوات اللي قاعدين مشاركين فرق، تقريبا حسب ما شفنا ممكن 6 فرق مؤهلين انهم يوصلون دور المربع الذهبي. فالبطوله السنه هذه اقوى من سنوات الطافه، وطبعا تعرف ان بطوله نادي الضباط قوات المسلحه تعتبر من اقدم البطولات اللي هي موجوده بالدولة تقريبا. فالامور الى الحين ماشيه من افضل ما يمكن ان شاء الله. وياكم ان شاء الله، والله يجزيكم الخير على وجودكم كل يوم معانا ونقلكم لكل المباريات والمقابلات وكل شيء. احمد حسني لاعب نادي الجونه، اليوم يا احمد اول شيء نرحب فيك في دوله الامارات ومبروك الفوز اليوم. الله يبارك في حضرتك. دوله الامارات دي بلدنا الثاني، واحنا متعودين دايما ان احنا نيجي كل سنه بيستضيفونا احسن استضافه، وبنعتبرها بلدنا الثاني بعد مصر طبعا. عثمان مانو لاعب اتحاد الشرطه ما شاء الله ايضا يشارك، لاعيبه منتخب مصر ما شاء الله كلهم يشاركون هنا في هذه البطوله. عثمان شو رايك في البطوله؟ لا الأول بنشكر حضرتك على الاستضافة، وبنقول لكل شعب الإمارات كل سنة هم طيبين، ولكل الناس ربنا يجعل رمضان مبارك عليهم. أما بالنسبة للبطولة ما شاء الله يعني كل سنة بتزيد في الفاعلية وبتقرب الشعوب من بعض، وما شاء الله يعني من نجاح لنجاح دايما، يعني كل سنة بتمتاز يعني بيدخل على البطولة كل سنة محترفين من كل دول العالم. فدي من ضمن النجاحات من بطولة الضباط، يعني من فضل الله الواحد مداوم على البطولة من 10 سنين والحمد لله دايما في المربع الذهبي ومحققين بطولة مرتين، فدايما من نجاح لنجاح دايما يعني. أحمد المصعبي فريق مجلس أبو ظبي الرياضي، أحمد ما شاء الله اليوم مشاركين في هذه البطولة. أكيد مشاركين في هذه البطولة دعما للبطولة هذه وممثلين مجلس أبو ظبي الرياضي، نشارك المهرجان هذا والحمد لله على نجاحه. طبعا النجاح نشكر المنظمين ونشكر القائمين عليه، والفائدة مثل ما انت شايف يعني ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله حضور جماهيري وجوائز ورعاة، شيء جميل جدا الصراحة، وحضوركم طبعا اللي داعم للبطولة. لا هاي ثالث مباراة. شو سويتوا في مباراة السابقة؟ تعادلنا وخسرنا، وان شاء الله اليوم نفوز. فوز عشان تصعد. ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. سلطان برغش اليوم ما شاء الله تشارك في هذه البطوله، اعتقد ان تدعم الرياضيين ايضا بمشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعكس احنا بما اننا رياضيين مجال كره القدم في دوري المحترفين ندعم اي شيء في رياضه بغض النظر عن كره القدم، بس هذه مشاركه طيبه. احنا مشاركين مدرسه ابو ظبي، تعرف مدرسه ابو ظبي دعم كبير للرياضه بكل انواعها سواء كره قدم او الرياضات الاخرى، وان شاء الله نتمنى ان الدعم هذا يستمر على طول عشان الرياضه والمجتمع كله يكون في السليم ان شاء الله. ومثل ما شفتوا مشاهدينا الاعزاء هذه الاجواء الرياضيه الجميله المليئه بالحماس في بطوله زايد الرياضيه، ما زلنا مع الاجواء الحماسيه وما زالت الأجواء مستمرة وفعالة في هذه البطولة.